السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف تحية للجميع. الأسبوع الماضي أو قبل كم يوم أنا عملت هيك فيديو سريع على لايف، كنت بتكلم على الأولاد كيف أنه الناس كثير يعني مبسوطة على أولادهم تحكي إنجليزي وصار ينسوا العربي. موضوع انفتح وحكينا فيه، برغم أني أنا يعني عايش في بلد غربي، بأيد مليون مرة، بأيد كل إنسان بيحاول يعلم أولاده عربي، خاصة في أوروبا، أمريكا، كندا، أي مكان، حتى لو عايشين بالصين علموا أولادكم عربي، وهذا الشيء حكينا فيه. بس في شغلة ثانية جماعة أنا كنت قاعد بحكي فيها مع واحد أقاربي، وشوفت برضو فيديو كأنه دكتور أو باحث اجتماعي كويتي، والله نسيت اسمه، لو بعرف اسمه كان بذكره، ما عندي مشكلة، بس ما بعرف اسمه. وشفت الفيديو عجبني أنه قال كم كلمة أنا فعلا بدي أحكيها، شغلة أنه الأولاد والبنات الصغار خاصة في جيل اللي مولود من 2000-2005 وفوق، وخاصة يعني من عشر اللي عمره 10 سنين هسه أو 9 سنين تقريبا 2010، كلامه جدا صحيح وصريح، انه هذول الخطورة عليهم انشغال الام والاب عنهم دائما، خاصة امور الحياة هسه تغيرت وامور الدنيا تغيرت، صار الام والاب غالبا يكونوا مشغولين في العمل، او صار في ايش مثلا طلعات جيات اجتماعية كثيرة صارت، فانشغلوا عن الأولاد مشغولين في إيش، بالتليفونات، في البرامج، في المسلسلات، في هاي الشغلات كلياتها، بتكون يعني ما أنت مش عارف شو بيشوفوا، لأنه عايشين عالم لحالهم. فعلا الأولاد والبنات الصغار، الأطفال خلينا نقول 10 سنين وأقل، و11 سنة و12 و15، عالم آخر بيكونوا، لأنه تواصلهم الاجتماعي كله بينهم بين بعض، وكل معرفتهم وأغلب معلوماتهم، أنا بحكي عن الأغلبية لأنه صارت نسبة كبيرة، خلينا نقول هسه بيطلع لي واحد بيقول لي والله ابني أنا مش هيك، والحمد لله إن شاء الله يا سيدي، إحنا بنتمنى له كل الخير لكل أولادنا. بس في شغلة مش منتبهين، لأنه هالبرامج كلها فيها سموم، أنتوا يعني في ناس كثير بتأيدنا الكلام، وناس بتقول لك لا أنت شو بعرفك. معلش خليني برضه أكون واضح وأكون أعيدها للمرة 55 مليون مرة، أنا مش مصلح اجتماعي، أنا مش مشرف اجتماعي، لا أنا طبيب نفساني، ولا حتى إعلامي، ولا إلي علاقة بأي إعلام بالمرة، أنا إنسان عادي طبيعي، مش مصلح اجتماعي، ولا درست أي شيء على الورق يعني يثبت أن أنا إلي علاقة بهذا الموضوع، إنما بستخدم المنطق وبستخدم عقلي اللي أنتوا كلكم عندكم إياه، وبنتبه لهذه الشغلات، بحاول أن أنا أكون أنا أول واحد أعمل بهذا الشيء. يا جماعة الخير، مسلسلات كلها سموم، من انه يتقبلوا الشذوذ الجنسي ويتقبلوا الالحاد، هاي مصيبه كبيره فعلا، الالحاد وشذوذ جنسي صار مش طبيعي. اسالوني وانا شفت حالات وحكيت مع امهات وابهات من معارف او من طريق تواصلوا معي على الفيسبوك او تواصلوا مع اليوتيوب، بيقولوا لي على قصص هم شافوها وهم عايشينها. انا ما بخترع شيء من عندي، وانتم اكيد بتعرفوا ناس، كل واحد كثير ناس بتعرف ناس انه فعلا هذا اللي قاعد بصير. جماعة الخير لازم يكونوا منتبهين لهذه الشغلة. جيل 2000 وما فوق بتأثروا كثير بالسوشيال ميديا والبرامج والمسلسلات. أقولكم شغلة، مين فينا ما صور قوس قزح لما يطلع بالسماء هيك ويكون بعد المطر وتطلع الشمس، أوه إشي حلو وإشي نظيف ولطيف ونزلناه، صار واحد يسحي يحط. بتعرفوا ليش؟ لأنهم الشذوذ الجنسي، هذول تبعون الشذوذ الجنسي من جميع أنواعه، اتبنوا هذا كشعار إلهم، تصوروا كشعار إلهم، صار الواحد يسعي يحطه عنده، يا عم يقول لك انت شو بتأيدهم كأنك صار معهم، وصار ناس كثير تفكر فيها، وهذا نفس الشيء ستتراجع عن هذا الموضوع. مشان برضو ما أعطي فكرة لحدا، اللي عنده نوعا ما معلومة صغيرة عن هذا الموضوع بيشوفك بتحط هاي الرينبو بيقول لك شو انت مؤيد، هي شغلة مؤيد، عامل اعمل حلو صورة قوس قزح، حلو صورة قوس قزح. طبعا انا سمعت شغلات كثير وناس هاجموني كثير، انت بتعمل لهم اعلان عندك وبتشهرهم لما تحكي عليهم. خلينا نرجع لهي الشغله بس بسرعه، مش بديش اتطرق لها كثير. انا ما بعمل، شوفوا انتوا ليش لما احكي على شيء بشيء سلبي وبنعته في شغلات سلبيه ووسخه كمان قاعد بتعملها شهره؟ شو هالشهره؟ الشهره الشيء الايجابي، اما البهدله مش اسمها شهره. الشيء اللي بتنتقده بقوة وبتحاربه بقوة مش شهرة هذا. فخليها هاي الشغلة براسكم. أنا لما بنتقد فلان وعلان على موضوع الشذوذ الجنسي
وكيف هم بنوعا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بحاولوا ينشروا هاي الشذوذ الجنسي مشان يصير متقبل، وصار متقبل مع الأسف عندنا في البلاد العربية وخاصة على السوشيال ميديا وخاصة من البنات أكثر من الشباب صراحة. ياي شو كيوت، يا هو حلو، طقاق يطقكم واحدة ورا الثانية، تخلونيش أتعصب عليهم، بديش أحكي عليهم. يعني موضوع أن الناس بيخلوا أولادهم يحكوا إنجليزي وبيحكوش عربي، هاي كمان مصيبة كبيرة، لانه بصير ايش ميوله يقرا ويسمع اشياء بالانجليزي اكثر، وهذول ما بيعملوا دعوه او ما بيعملوا مثلا انه يشجعوك تتكلم في 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 لغتك اللي هي لغه القران مثلا، في في عاداتنا وتقاليدنا الكويسه. في صار عندنا عادات مش كويسه بالعرب صراحه، يعني حرام نسميها عادات، هاي يسموها يعني بدنا نقول سلوكيات مش عادات. بس موضوع الالحاد برضو موضوع كبير مهم جدا والله العظيم، لانه صارت ناس كثير تشك. اولا شوفوا كثير صار الشيوخ يفسروا اي قرانيه بطرق مختلفه، كل واحد على مزاجه، فصار الواحد صار عنده فعلا يطلعوا هاي الشغله، يقول لك يعني اي واحد فيهم هل صح ولا هل غلط. احنا لازم نكون ايش قراب اولادنا ونحكي معهم بهذا الموضوع. موضوع الالحاد والله صار كبير، كيف الشذوذ تقول لا اتركوا يا عم لا تكبر الموضوع، هاي الشذوذ الجنسي صار عندنا بالهبل، وصار يطلبوا ايش الزواج من بعض. انتم هيكم شايفين، انا مش مخترع من عندي، في بلاد العربية صح أنا عايش في بلد أجنبي وعندهم هذا الشيء مقدس وعادي وصار طبيعي. صدقوني أنا بدي أغير مجتمع كامل، ما بقدر أغير، أنا بحكي عن مجتمعاتنا إحنا، مش بحاول أغير، بحاول أنبه بس، كل واحد حر يعمل بحياته، لا تتدخل بأمورنا، وهي حرية شخصية، هاي الحرية الشخصية شوفوا ودتنا، تبعون الحرية الشخصية بدي إياك تلفها بورقة وارميها وين ما بدك. الله يرضى عليكم، انتبهوا لهي الشغلة. أولادكم 24 ساعة تليفونات، الأم والأب مشغولين وعلى السوشيال ميديا والبرامج والرسوم المتحركة، هاي الكارتونز ولا مش عارف شو بسموها عندكم هسه الأيام، هاي كمان صارت قبل من كل إشي، قبل من كل إشي، انتبهوا لهي الشغلة، بس حبيت أنبه. السلام عليكم وسامحوني على الإطالة، تحياتي.